لآخر لحظة. الفريق اللي يريد يوصل للتصفيق لنهائي البطولة أو على الأقل المربع الذهبي عليه أن يعمل في كل لحظات المباريات الثلاث. أعتقد اللي فرق مع البحرين تحديدا اليوم خالد اللي هي قضية المشاركة بفريق ومن ثم فريق آخر. الفريق اللي ارتاح 4 5 أيام بين مع العامل البدني وقوته في المباراة. فريق العماني أنا أقول لك الصراحة يعني قبل لا تبدأ البطولة يعني يمكن نحن كان من باب التحفيز لا أكثر، لكن أنا ما أعتقد أن نحن كنا نستطيع فعلا الظفر بهذه البطولة في هذا التوقيت في ظل ظروف كثيرة. إذا تحب بس نذكرها على السريع خالد، إحنا منتخبنا عندنا مشكلة تدريبية واضحة تماما. أكيد فوزي يمكن تكلم عنها وكثير من اللاعبين تكلموا عنها، ولكن حقيقة واضحة. أتمنى هذه رسالة للشيخ سالم رئيس الاتحاد، رسالة لكل أعضاء الاتحاد، راجعوا الحسابات. خلصت البطولة 3 مباريات، قيموا هل فعلا في عمل فني قدم. احنا المباراة الوحيدة اللي فزنا فيها مع الكويت، والكويت على ظروفها الحالية واحنا عارفين فترة التوقف الطويل، يعني ما اريد اقول ان الكويت مش فريق خصم قوي، ولكن يعني عطفا على كل تجاربه سواء الرسمية او الودية. نعم. ما عندنا مدرب في منتخب عمان يا ابو جاسم، ما عندنا مدرب. اتمنى يقيم بشكل عقلاني، لا يقيم من باب انا جبته كاتحاد قدم. هذا رسالة للاتحاد مش للشيخ سالم فقط، لكل أعضاء. يقيم بعمل منهجي أنه هل فعلا هذا الرجل يستحق الاستمرار. إحنا اليوم في التصفيات يا أبو جاسم لعبنا مع بنغلاديش ولعبنا مع أفغانستان وما قدرنا نتصدر المجموعة. المباراة الصعبة الوحيدة اللي لعبناها أبو جاسم مباراة قطر، وما قدرنا نعمل فيها. إحنا قاعدين مع بعض.